بعد الأنباء المتداولة حول زيادة أسعار قنينات الغاز المنزلي البوطة، تبين أنه لم يتم تطبيق الزيادة المرتقبة بعد، وذلك بناء على مصادر مهنية. وقد نفى رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب محمد بنجلون أي إشعار رسمي من الشركات المنتجة بشأن الزيادة في أسعار البوطة، مؤكداً عدم وجود أي زيادة في قائمة الأسعار لشهر أبريل، وبالتالي لا يزال سعر قنينات الغاز دون تغيير في انتظار تطبيق الزيادة المرتقبة التي تم الإعلان عنها مسبقاً، والتي من المفترض أن ترتفع قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً من 40 إلى 50 درهماً.